الندوة اليوم المنظمة من طرف فيدرالية اليسار الديمقراطي اللي كان العنوان ديالها هو التعليم بالمغرب إلى أين. في الواقع هذه المبادرة السياسية جات في اللحظة المناسبة بالنظر لهذا الحراك التعليمي اللي كاين، وكتبين بأن فيدرالية اليسار الديمقراطي هي في قلب يعني الانشغالات المجتمعية وفي قلب الانشغالات التعليمية، وأن موضوع ديال المدرسة العمومية وديال التعليم العمومي هو كيدخل ضمن هذه الانشغالات ديال المركزية ديال فيدرالية اليسار الديمقراطي. الندوة أيضا اللي كانت فيها مجموعة ديال المتدخلين اللي في الحقيقة تناولنا الموضوع من زاوية اللي هي متعددة، بالنظر أنه الأعطاب والاختلالات ديال منظومة التربية والتكوين هي اختلالات بنيوية هيكلية وتاريخية، واللي غير مفصولة في الحقيقة على الاختلالات ديال النظام السياسي. أيضا كانت فرصة في الحقيقة باش نبينوا على التاريخ الاجتماعي وتاريخ الحركة النقابية من موقعي أنا أيضا كعضو المكتب الوطني ديال النقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كانت فرصة في الحقيقة من أجل استعادة محطات اللي هي كانت مهمة في التاريخ الاجتماعي والسياسي وفي النضال ديال الكونفدرالية، سواء ما يتعلق ب 10/11/79 اللي كان إضراب ديال التعليم والصحة، سواء ما يتعلق ب 20 يونيو 81، ما يتعلق ب 14 جوجانبير 90، إلى غير ذلك من العديد من المحطات اللي كتبين بأن الكونفدرالية الديمقراطية الشغل كانت وستظل في قلب النضالات يعني العمالية المجتمعية الشعبية. ولا شك أي عودة وقراءة في حقيقة تاريخية سيقف أي متتبع على أزمة الحوار الاجتماعي اللي ما كانش واللي تم تدشينا في 96 واللي لعبت فيها الدور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واحد الدور اللي هو ريادي، وتم تدشين لأول مرة الحوار الاجتماعي يعني الثلاثي الأطراف، رغم طبعا التقلبات اللي كنعيشوها ما بين المد وما بين الجزر، لأن أكيد بأنه الحكومة المتعاقبة غير مقتنعة في الحقيقة بمؤسسة الحوار الاجتماعي. الشيء اللي خلى هذا المطلب دائما عندنا هو مؤسسة الحوار الاجتماعي باش يولي الحوار الاجتماعي بقانون، ورغم أنه في الاتفاق ديال 30 أبريل فعلا كاين واحد الميثاق كمرحلة انتقالية نحو المؤسسة، ولكن كاين واحد التلكؤ في التفعيل ديال الاتفاق ديال 30 أبريل، ومسيرتنا هي متواصلة لا على المستوى المركزي ككونفدرالية ديمقراطية الشغل لا على المستوى القطاعي كنقابة وطنية للتعليم، لأنه احنا كنا في قلب هذه الاحتجاجات، وطبعا جسدنا جدلية التفاوض والنضال اللي هما ما كيتعارضوش، واللي أكيد حضورنا في التفاوض السابق انتزعنا في واحد مجموعة ديال المكتسبات رغم الانقلاب اللي من بعد الدار، واللي فرض علينا أننا نردوا على هذا الانقلاب اللي دارت وزارة التربية الوطنية باش يتعود التفاوض يعني بقواعد جديدة. هذا الحراك اللي اليوم كتعيشوا القطاع ديال التعليم وكتعرفوا المدرسة العمومية بسبب كثيرة، النقطة اللي أفاضت الكأس في قطاع التعليم هو النظام الأساسي اللي تم الإصدار دياله بواحد الشكل انفرادي من طرف الوزارة ديال التربية الوطنية، واللي في المضامين دياله كيعكس كل المطالب وما كيجاوبش على الاحتياجات والمطالب ديال الشغيلة التعليمية. جاب مهام اللي هي إضافية بدون تعويضات، رسم واحد المهام اللي كانت في السابق تطوعية، جاب أيضا بعدم تحديد الساعات الإضافية ساعات العمل. كنا كننتظروا أن خص يكون واحد التراجع ولا الحذف ديال الساعات التضامنية، فإذا به جا غير محدد الساعات ديال العمل، جا في واحد السلسلة ديال النظام التأديبي في نظرنا اللي هو حافظ على نفس الفلسفة الزجرية اللي بقات لسنوات، وما كانش فيها واحد الإبداع في حول عقوبات تأديبية اللي تكون تربوية. أيضا جاب ما كانش فيه زيادة عامة في الأجور، هذا مطلب رئيسي ديال الشغيلة التعليمية. أيضا ما جاتش فيه الحل ديال الملفات الفئوية اللي منها الملف ديال حاملي الشهادات، ملف ديال الزنزانة 10، الدكاترة، مجموعة الملفات، وبالتالي هذا النظام الأساسي اللي رفضته الشغيلة جملة وتفصيلا، رفضته الشغيلة بشكل جماعي،
هو اللي كان سبب مباشر في هذا الحراك التعليمي اللي كتعرفوا الساحة التعليمية.